باب للرزق أرادوا فتحه هنا في العاصمة صنعاء بعد أن أغلق في محافظتهم الحديدة بسبب المواجهة هناك. ضاقت بهم الحال واضطروا للنزوح، وفي مواجهة الفقر والفاقة حشد هؤلاء طاقاتهم وبإمكانيات بسيطة بالإضافة لوصفات أكلاتهم الشعبية وجدوا بشوارع صنعاء مكانا للعمل والربح. والله احنا من اهل تهامة في الحديدة ساكنين، نزحنا الى صنعاء، بدأنا نفكر في عمل ففكينا هذا المشروع والحمد لله ماشي الحال. المخلوطة هي الوجبة الشعبية التي اختارها هؤلاء لطبخها في أرصفة صنعاء، يقول من يتذوقها بأن لا مثيل لها، لذا يكثر الزبائن ويقبلون بشدة عليها لتذوق طعمها الفريد. هذا أول مرة أنا أشوف هذه المخلوطة، أكلت أطعمتها طلعت حلوة جدا، وأشكر أصحاب الحديدة أنهم جابوا لنا هنا، ما شاء الله عليها حلوة المخلوطة هذه. المخلوطة ولا بلاش الصراحة ما شاء الله. لم يكن أمام هؤلاء إلا النزوح، علهم يجدون فرصة لكسب قوت يومهم في صنعاء، وعندما لم يجدوها صنعوها بأنفسهم، لا يشكون من ضيق الحال ولا يتململون من العمل الجاد الذي يقومون به، بل يعملون ويعملون فقط مقابل لقمة عيشهم. طلعنا إلى محافظة صنعاء من أجل الهروب من أزمة الاقتصادية وأزمة الحرب، وابتكرنا فكرتنا نصلح مخلوطة هنا من أجل أكل لقمة العيش، فحصلنا إقبال من مختلف المديريات صنعاء القديمة وأحياء صنعاء، وكذا إقبال من النازحين من محافظة الحديدة. الكفاح عنوان بارز لشباب الحديدة هنا، فالنزوح وغياب الإمكانات لم ينجح في قيادتهم لمذلة التسول ولا الاعتماد على منظمات إغاثية تفشل في كثير من الأحيان بالوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم البسيطة، بل قادهم لافتراش الشوارع ومواجهة الحياة لكسب الرزق.